لو انا عايزه اتمرن النهارده بس ستريتشنج، مهم قوي ان اكون بعمل وورم اب، لازم جسمي يكون سخن كويس قوي وكفايه عشان اشتغل على رينج اوف موشن، على تمارين الاطاله، عشان احمي جسمي من الاصابات ان انا اكون عامله الاقل 10 دقايق وورم اب، وطبعا على حسب الجو اللي حواليا، لو الدنيا بارده حواليا يمكن احتاج وقت اطول للوورم اب، وكل واحد طبعا بيسمع لجسمه هو محتاج وورم اب قد ايه. لو حتى هعمل تمارين ثانيه، اعمل توننج او داخله اعمل كارديو، برده محتاجه اعمل وورم اب كفايه. حاجه تانيه مهمه جدا، ان انا لما احب اعمل ستريتشنج وانا عامله توننج او كارديو، الاستريتشنج بتاعي هيبقى بعد ما اخلص تمرين، بقلل اجهاد العضله اللي حصل في وسط التمرين، فده مهم قوي كمان لحياتي اليوميه، لان العضله بيكون فيها مرونه اكتر، مش بس قوه لكنها كمان محتاجه المرونه. كمان بيقلل من اللاكتيك اسيد اللي انا استخدمته كتير في وقت التمرين. مهم قوي ان اعمل ستريتشنج في الاخر، واعمل ستريتشنج لكل العضلات اللي اشتغلت في خلال الكلاس.